كيف تفسر ما يلي؟ حينما يتعرض جسم الإنسان لأشعة ألفا وبيتا وجاما من المواد المشعة الموجودة في الطبيعة، فإن أضرار الأشعة تعزى إلى دقائق بيتا وأشعة جاما، أما جسيمات ألفا فلا تشكل أي خطورة. فسر إجابتك. أولا، لأن جسيمات ألفا لها قدرة على الاختراق، لها قدرة أقل على الاختراق، إذ لا تتمكن من اختراق الطبقات الخارجية من البشرة، إذا لا تتمكن من الوصول إلى أعضاء الجسم الداخلية فتكون أقل خطورة. ماذا لو أصبح مصدر الإشعاع داخل الجسم مثلا عن طريق تناول طعام ملوث بالأشعة أو استنشاق هواء ملوث؟ أي الإشعاعات الثلاثة الأكثر خطورة؟ تكون الإشعاع الأكثر خطورة هي ألفا هنا، لأن الخطر الحقيقي يكمن في قدرتها على التأيين، وأشعة ألفا لها أكبر قدرة على التأيين، إذن فهي الأخطر.